أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الأسد الثلاث 8 يونيو حزيران 2021. توقعات مواليد 23 يوليو 2 أغسطس. لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدما وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبا أهمية المضي قدما في خططك. عندئذ سوف تجد الطاقة اللازمة للاستمرار بصرف النظر عن العقبات. يجب أن تتخلى عنها فيما عدا ذلك وتبدأ مرة أخرى بمنظور مختلف. توقعات مواليد 3 أغسطس إلى 13 أغسطس. الآن وقتك، وسوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة. إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكون أصدقاء جدد يلجأ إليك الناس أيضا في حياتك الخاصة. قد تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة إذا أبديت ردة فعل إيجابية. من الضروري أن تدع حالة النشوة الحالية على سجيتها. احتفل اليوم. ما رأيك في أن ترقص أيضا؟ سوف تعود عليك الحركة بالفائدة وتخلصك من الطاقة المكبوتة. توقعات مواليد 14 أغسطس إلى 22 أغسطس. سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل مع فريق كلما أمكن لك ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر بالراحة. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك. ما رأيك في إقامة حفلة؟ أنت في حالة مزاجية جيدة ويمكنك تحمل أي شيء، لكن لا ترهق نفسك وإلا فسوف تعرض صحتك للخطر.